فعشان نفهم اكتر عن الظاهره الغريبه دي هيكون معانا مداخله من الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. دلوقتي احنا كنا عايزين نعرف من حضرتك ايه هو ظاهره المطر السمكي بالتفصيل شويه. وطبعا يعني في حاجه اسمها الظواهر الجامحه، يعني الظواهر الجامحه دي الاكستريم ايفنتس بتحصل في يعني اوقات نادره وفي مواسم نادره، لكنها بتبقى جزء من تيارات اكبر، يعني التيارات الكبيره التي تمر عبر المحيطات سواء المحيط الاطلنطي او المحيط الهادي او المحيط الهندي او غيرها من المحيطات اللي هي المسطحات المائيه الكبيره، وصاحبها ايضا يعني حركات رياح شديده اللي احنا بنقول عليها الاعاصير. الاعاصير دي ممكن تشيل وهي ماشيه شجر، وممكن تشيل وهي ماشيه نباتات، وممكن تشيل وهي ماشيه تيارات مائيه، ولذلك حتى على المحيط الهادي بتلاقي التيارات المائيه بيطلع عليها ظواهر اعاصير. الاعصار بيبقى واخد الارض، مسطح الارض، واخد مسطح الهواء، واخد معاه جزء من مسطح الميه. فهو واخد جزء مسطح الميه ده بيشيل جزء من الميه، كانك انت هو زائق الميه دي ومسطحها. هنا بقى وظروفها، هل في اسماك على السطح على السطح المائي فيزق هذه الاسماك معيرها، زي ما حصل مثلا ان احنا لقينا عندنا 3-4 دلافين دخلوا من البحر المتوسط من يعني المحيط الاطلنطي الى البحر المتوسط عبر المضيق الضيق، ودخلت فوجئنا بالحيتان دي داخله علينا 4-5 حيتان دخلوا ورا بعض، وهو ده مش البيئه الطبيعيه بتاعتهم. فبيحصل تغيرات مناخيه سواء بارتفاع درجه الحراره او بشده الرياح او بالاعاصير او بتقلبات مناخيه مفاجئه بنقول عليها اكستريم ايفنت. يعني ما تتخيليش مثلا انه مره واحده يبقى الميه دي بالكم ده متشال كده قدامه وزقها التيارات المائيه ومحركاه حركه كبيره، ممكن تاخد على الشاطئ بس ممكن تاخد مسافه 0.5 كيلو، ممكن تاخد 2 كيلو، ممكن تاخد 4 كيلو مجاوره لشاطئ المحيط. وبالتالي ليس غريبا انه يحصل نوع من التيارات مائيه شادت معاها جزء من يعني تكوينات سمكيه في هذه المساحه. شالت المساحه دي زي ما احنا واحنا واقفين على شط اسكندريه كده بتلاقي الموج، واحنا راكبين قاعدين فوق على سور اسكندريه وتحت الموج شديد جدا، مره واحده الامواج تشيل ميه وتجرها قدام او تجرها للخلف او لليسار. وبالتالي فده وضع طبيعي جدا من الاوضاع. هو بس الفكره اللي فيها ازاي كميه السمك الكبيره دي اتشالت مره واحده. اتشالت دي معناها انه في اعصار شديد شال كانه غرف كميه ميه بسمكها وطيرها، وطيرها مسافة معينة وطبعا هتنزل تسقط ثانية على الشاطئ في المية. فما هي يعني الغرابة بتاعتها حجم بس الأسماك اللي كان موجود بشكل كبير جدا في هذا التيار الإعصاري الموازي للمحيط نفسه. وبالتالي دي ما بتحصلش في البحر المتوسط مثلا جوه، ما بتحصلش في البحر الأحمر، لأن دي بحيرات أو بحار ضيقة. لكن البحار الكبيره جدا اللي هي المحيطات طبعا بيحصل فيها اعاصير وبيحصل فيها تيارات هوائيه عنيفه وبيحصل فيها تقلبات مناخيه وبيحصل فيها تغير حتى بسبب الاويل سبيلز وبعض المسارات اللي بتلقي بقايا البترول بتؤثر على يعني طعام هذه الكائنات. جزء من هذا التاثير انه الاسماك قد تتاثر بيه، وهذا التأثير لا يستطيع أحد أن يتوقعه لأنه الإيفنت نفسه بتاع الإعصار ليه مواسم معينة. لكن هل في تغيرات مناخية غيرت رأيه؟ نعم، في تغيرات مناخية غيرت رأيه وخلته يا إما بيجي بدري يا إما بيجي متأخر يا بيجي بلا مقدمات، زي اللي حصل في الإمارات ده بلا مقدمات. مين يتخيل حجم السيول وفي السعودية اللي حصل هذا الكلام دون اي مقدمات في اراضي اساسا جافه وشبه جافه واراضي من النادر يسقط فيها امطار، لكن اللي حصل انها غرقت الدنيا. دكتور مجدي علام، بشكر حضرتك جدا على المداخله. ميرسي.